كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة. عبر سموه فيها عن خالص تهنيه وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة، ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق مزيدا من التقدم والتطور، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة.